أولاد الوزير بيبقى سعيد جدا لما بيحضر مع أولاده الطابور. وإن شاء الله فعل خير من الاسم سعيد إن شاء الله. إحنا وعدنا مع الوزير المحافظ السنة اللي فاتت إن إحنا هنحقق المراكز الأولى، وفعلا كنا من اوائل المحافظات، واحنا المحافظه الوحيده في الجمهوريه اللي كان عندنا 11 مركز اول جمهوري في الثانويه العامه، طبعا ادبي وعلمي وعلمي رياضه، فالحمد لله والمكفوفين. وبرضه عندنا اوائل الجمهوريه في التعليم الفني، وطبعا ده عدد كبير، وان شاء الله باذن الله بيكو بولادي وبزمايلي المعلمين ان شاء الله برضه بنوعد مع الوزير المحافظ ان احنا باذن الله هنستمر وهيكون احسن واحسن. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة العام الدراسي الجديد 2015-2016، وإن شاء الله السنة الجاية زي دلوقتي يكون كل واحد فيكم يعني انتقل بنجاح للمرحلة التالية، وأولادنا اللي في السنة 6 يكونوا راحوا إعدادي إن شاء الله بإذن الله.